بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معكم الأستاذ جهاد الشامصطي. اليوم إن شاء الله راح نحل أسئلة الفصل الأول من الوحدة الثالثة في منهاج الفيزياء للصف العاشر. السؤال الأول بيقول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي. النقطة الأولى: تعتبر مقياسا لمعدل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة الجزيئات. الجواب: فرع ب، درجة الحرارة. جسمان ألف وباء متساويان في كتلتيهما، لهما نفس الكتلة ولهما درجة الحرارة نفسها، نفس الكتلة ونفس درجة الحرارة، زودا بكمية الحرارة نفسها، نفس كمية الحرارة، فكانت درجة حرارتهما النهائية مختلفة. السبب هو الاختلاف في الحرارة النوعية. لدينا أربع كرات متماثلة في الكتلة، نفس الكتلة: الحديد والنحاس والألمنيوم والفضة. سخنت جميعها إلى درجة الحرارة نفسها، وألقي كل منها في كأس يحتوي على الكمية نفسها من الماء. أربع كؤوس فيها نفس الكمية من الماء، ألقينا في الكأس الأول الحديد، الثاني النحاس، الثالث الألمنيوم، الرابع الفضة، والأربع كرات متماثلة في الكتلة. بيقول: الكأس الذي تكون درجة حرارته عند الاتزان أعلى هو الكأس الذي ألقيت فيه كرة. الجواب: فرع دار الألمنيوم. والسبب اللي هو الحرارة النوعية للألمنيوم أعلى من الحرارة النوعية للحديد والنحاس والفضة. كتب لي بين قوسين مستعينا بجدول الحرارة النوعية. السؤال الرابع: يمثل الشكل المجاور زي ما احنا شايفين على محور السينات كمية الحرارة بالجول، وعلى محور الصادات درجة الحرارة بالسلسيوس. بيقول: يمثل كميات الحرارة اللازمة لتحويل كتلة من الجليد في درجة حرارة سالب 30 إلى بخار عند درجة 100، احسب كتلة قطعة الجليد. طبعا نقدر نحل السؤال بأكثر من طريقة، انتبهوا معي هان. الطريقة الأولى بنقول كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، بتاخذ تغير من سالب 30 إلى الصفر، من عند السالب 30 لغاية الصفر. كمية الحرارة من السالب 30 للصفر 126، بحط محل كمية الحرارة 126، الكتلة مجهولة. الحرارة النوعية من السالب 30 للصفر بكون المادة في هذه الحالة على بشكل جليد، فكمية الحرارة الحرارة النوعية بتكون 2090، والتغير في درجة الحرارة كانت سالب 30 صارت صفر، إذا صفر ناقص ناقص سالب 30 بيطلع معنا الكتلة تساوي 2 ضرب 10 قوة سالب 3 كيلوغرام، حولها لغرام بيطلع الجواب 2 غرام، إذا الجواب رقم ألف. بقدر آخذ كمية الحرارة تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للإنصار اللي هي في الفترة عند درجة الحرارة صفر. كمية الحرارة معي في درجة من عند الصفر 794 وكانت 126، بنقصهم من بعض زي ما أنا ملاحظ هون، اللي هو 794 ناقص 126 الكتلة مجهولة، والحرارة الكاملة للإنصهار 333 ألف، تطلع معي الكتلة نفس الكلام 2 ضرب 10 قوة سالب 3 كيلوغرام، أي نفس 2 غرام. بقدر أقول من الصفر للمية درجة كمية الحرارة نفس الكلام 1632، منين جبت 1632؟ من الرسم، 1632 عند المية وعند الصفر 794، بقول 1632 ناقص 794 يساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية من الصفر للمية، بتكون الحرارة النوعية للماء 4186، والتغير في درجة الحرارة كانت صفر صارت 100، إذن 100 ناقص صفر ناقص الرقمين بيطلع معي 838 والكتلة مجهولة، وهان أربعة بيطلع معي 418600، تطلع الكتلة 2 ضرب 10 قوة سالب 3 كيلوغرام، حولها لغرام اللي هي 2 غرام، إذن الجواب رقم ألف. نقطة الخامسة: غاز حجمه حافي درجة حرارة 20 سخن إلى درجة حرارة 50، كانت درجة حرارة الغاز 20 صارت 50، يعني رفعنا درجة الحرارة، زودنا بكمية حرارة، كل ما زودنا الغاز بكمية الحرارة راح يزداد حجمه، وبالتالي لما بيزداد حجمه راح تقل كثافته، إذا الخصائص التالية للغاز تقل مع زيادة درجة الحرارة اللي هي الكثافة. ستة: تستمر الحياة البحرية في البحار والمحيطات في المناطق الباردة جدا بسبب زي ما قلنا ظاهرة شذوذ الماء. السؤال الثاني: عندنا أربع تعريفات، والأربع تعريفات موجودات نص حرفي بالكتاب، يمكنكم الاطلاع والرجوع للكتاب الرسمي والاطلاع عليه. نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول: علل ما يلي تعليلا علميا صحيحا. لا يصلح ميزان الحرارة الكحولي لقياس درجة غليان الماء. لا يصلح ميزان الحرارة الكحولي لقياس درجة غليان الماء. السبب إنه درجة غليان الكحول أقل من درجة غليان الماء. درجة غليان الكحول 78 درجة سلسيوس، ودرجة غليان الماء 100 درجة سلسيوس. تثبت درجة حرارة المادة أثناء غليانها، قلنا لأنه
تذهب كمية الحرارة التي يتم تزويدها للمادة في هذه الحالة للتغلب على قوة الترابط بين جزيئات المادة. يكون التمدد في السوائل الحجمي فقط، قلنا السوائل والغازات فيها تمدد حجمي، أما المواد الصلبة ففيها تمدد طولي وحجمي وسطحي. الجواب لأن السوائل ليس لها شكل ثابت وبالتالي تتمدد بأبعادها الثلاث. تفريغ سائقي السيارات جزءا من هواء العجلات عند السير لمسافات طويلة في فصل الصيف، الجواب حتى لا تنفجر العجلات نتيجة تمدد الهواء داخلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. يفضل استخدام زجاج البايركس على الزجاج العادي، هذا النقطة الخامسة، في صناعة الأواني الزجاجية المستخدمة في المختبرات، لأن معامل التمدد الحراري للبايركس أقل من معامل التمدد الحراري للزجاج العادي. حدوث تصدعات في الصخور التي يوجد بها شقوق في أيام الشتاء التي تنخفض فيها درجة الحرارة ما دون الصفر. النقطة السادسة، حدوث تصدعات في الصخور التي يوجد بها شقوق في أيام الشتاء التي تنخفض فيها درجة الحرارة ما دون الصفر. الجواب لأن الماء الموجود في الشقوق، وتحديدا بخار الماء الموجود في الشقوق، يتجمد، وعندما يتجمد حسب ظاهرة شذوذ الماء يزداد حجمه، مما يؤدي إلى حدوث تصدعات في الصخور. السؤال الرابع بده حل. بقول وضعت ثلاثة كرات متماثلة في الحجم من الحديد والنحاس والألمنيوم في درجة حرارة 20 درجة سلسيوس في وعاء ماء يغلي على درجة حرارة 100 درجة سلسيوس، فإذا علمت أن كثافة المواد على الترتيب، معطيني كثافة الحديد، كثافة النحاس، كثافة الألمنيوم، رتب المواد التالية تصاعديا حسب كمية الحرارة التي اكتسبتها الثلاث. طبعا السؤال حله كالتالي، بنقول كمية الحرارة للحديد تساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، لكن بدي أنتبه لله شغلي إنه أنا ما معيش الكتلة للحديد ولا النحاس للألمنيوم، لكن في معي قانون بقول الكثافة تساوي الكتلة على الحجم، ومنها الكتلة تساوي الكثافة ضرب الحجم، عشان هيك معطيني الكثافة. إذا بدل الكتلة بدي أعوض الكثافة ضرب الحجم، بس بدي انتبه اني بدي احول الكثافة من غرام لكل سنتيمتر مكعب الى كيلو غرام لكل متر مكعب. فنأخذ مثلا كثافة الحديد تساوي 7.87 غرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا عشان احول من غرام لكل سنتيمتر مكعب الى كيلو غرام لكل متر مكعب لكثافة الحديد، بصير الجواب 7870 كيلو غرام لكل متر مكعب. باختصار اضرب الرقم في ألف، اضرب الرقم في ألف، بتحول الكثافة من غرام لكل سنتيمتر مكعب إلى كيلو غرام لكل متر مكعب. نشوف خطوات الحل. الكتلة قلنا رح نقولها الكثافة ضرب الحجم. الكثافة الحديد 7870 حولتها من غرام لكل سنتيمتر مكعب إلى كيلو غرام لكل متر مكعب. الكثافة ضرب الحجم، إذن 7870 حالي الحجم ضرب حرارة النوعية للحديد 452 من الجدول ضرب التغير في درجة الحرارة 100 ناقص 20، كانت 20 صارت 100، إذن 100 ناقص 20، بيطلع معنا كمية الحرارة الحديد 282 ضرب 10 قوة 6 ح جول. كمية الحرارة للنحاس نفس القانون، الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، ومنها الكتلة اللي هو قلنا كثافة ضرب حجم. الكثافة حولناها من غرام لكل سنتيمتر مكعب لكيلو غرام لكل متر مكعب، ضربنا في 1000 بيطلع 8940 ح ضرب الحرارة النوعية للنحاس 387، ونفس التغير في درجة الحرارة 100 ناقص 20 بيطلع الجواب 276 ضرب 10 قوة 6 ح جول. كمية الحرارة للألمنيوم، الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال، الكتلة اللي هي الكثافة ضرب الحجم، الكثافة 2700 ح، طبعا معطيني اياها في السؤال 2.7، قلنا بدنا نحولها لكيلو غرام لكل متر مكعب نضرب في 1000، 2700 بدلالة ح ضرب الحرارة النوعية للألمنيوم 900 ضرب دلتا دال 100 ناقص 20، 100 ناقص 20 بيطلع الجواب 194 ضرب 10 قوة 6 ح جول. من الثلاث مراحل اللي حلناهم طلعنا ثلاث كميات حرارة للحديد والنحاس والألمنيوم. راح نلاحظ انه كمية الحرارة للألمنيوم اقل من كمية الحرارة للنحاس، اقل من كمية الحرارة للحديد، هو جاي لرتب تصاعدية من الاقل للاكبر
هذا بالنسبة للسؤال الرابع. إن شاء الله في فيديو آخر بنكمل بقية الأسئلة.